ما شاء الله، شلون طليان؟ السلام عليكم. يا هلا ورحب، يا هلا بالزين. نورت الخرفان، نورت الخرفان. خرفان شنو قدامك؟ كبش؟ شنو العشاء هذا؟ قول يا ولدي. العفو حجي، سؤال واعتبره سؤال فضولي. يا ولدي اسال براحتك، قول سولف تحكى، قول. قول لي هاي الخرفان اليك؟ هاي خرفان يا ولدي. شنو ذني جاموس؟ لو تربي البحر، ذني الخرفان. ولدي حدد السؤال، تقصد الخرفان البيض ولا الخرفان السود؟ البيض. البيض هذني مالاتي. والسود؟ السود هم مالاتي. زين ذن وين اكلن؟ ولدي تقصد الخرفان البيض ولا السود؟ يا محوّد البيض. البيض ياكلن بهذا المكان. والسود؟ اما السود ياكلن بنفس المكان. زين ذن من يشربن وين؟ البيض ولا السود؟ السود يا محوّد. السود يشربن من هذا المكان. والبيض؟ البيض يشربن من نفس المكان. وين يا ابو حسوب يذو حصدريه؟ زين ذن وين ينامن؟ البيض ولا السود؟ يا محمد السود. السود ينامن بهذا المكان. والبيض؟ البيض ينامن بنفس المكان. صار عندي انزلاق على دروسي. يا ولدي انا ارتحيت لك، ودي ضيفك، ودي اذبح لك واحد من الخرفان السود. زين والبيض؟ وهم اذبح لك واحد من الخرفان البيض. والله عم انت كريم. زين عمي قول. يا طعم طيب به اللحم مالته طيب. البيض ولا السود؟ البيض. البيض طعم كلش طيب. زين والسود؟ السود؟ اي نفس الطعم. لا يا ولدي لا تطرح اموت. يا ولدي يا ولدي قوم قوم. ليش؟ لا يروسنك خرفان السود. والبيض؟ هم يروسنك يا ولدي. يدعوني ميت؟ انا ما قلت شيء، ما قلت شيء.